السلام عليكم شميسات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. لقيتوني راني واقفه حدا قبالة المدرسه ديال ولدي، كنتسناه يخرج. عرفتوا اليوم واحد الطنطينه ديال الشمس، خرج في الصباح بكري، كان شويه ديال البرد حيت هاد الايامات الجو سبحان الله. عرفتوا لبست هاد الخرسي شويه سخون، حيت بعض المرات كنت كنخرج بنصكم كيشوطنا البرد، كانت مراجعه كنجري خصني نهز التاكيطه. واليوم عرفتوا راه فيا واحد الصهد ما نعاودش لكم. المهم البنات، من بين الحوايج اللي درتهم هذا الصباح، مشيت للنيبادا، مشيت للبريمور، كنت باغا ناخذ شي حويجات من البريمور، وقلت ارا نضرب شويه، كان عندي شويه ديال الوقت، قلت ارا نضرب شويه دويره هكا في بريمور، ماشي في بريمور، في كيابي وفي بريمارك. كيعجبني نمشي الوقيته اللي كيكون شويه فيها مقاد، حيت سينو تيكون جوطيه. دخلت البريمارك وانا نتصدم، عرفتوا البنات دايرين تخفيضات في كل شيء. انا راني درت لكم واحد الجوله بالنسبه للبنات اللي ديما تيطلبوني جيهان ساكنين في البويبلو، ورينا شنو كاين، ورينا الجديد. البنات ما قديتش نصور لكم كل شيء، عرفتوا الا بغيتو ندير لكم شي جوله ديال القلب خليوها ديال لي كومونتير. والويكاند اللي تيكون راجلي جالس خلي مع ولادي، عرفتوا علاش؟ حيت عرفتوا مين كيكون في الزنقه في الكروسه كيكون عاجبو الحال، بعدا في الدار كيبقى يغوز باش نخرجو. ومين كنمشي للسنترو كوميرسيال الا راني كنساره برا راه عاجبو الحال، غير كيشوفني غندخل شي محل، عرفتوا فحال لا قرصو يلغوت. عرفتي فتني هاد الصباح، بغيت غير ناخذ ليا بيخامات هكا للصيف تلفني، ما قديتش نسرع على خاطري، خديت داكشي بالزربه دابا نشاركو معاكم وخرجت. المهم البنات شاركت معاكم شي حويجات باش تاخذوا فكره، ولكن اللي كتبغي هكا في التخفيضات تستغل الفرصه وتاخذ حويجات لوليداتها، عرفتوا في بريمارك دايرين تخفيضات في كل شيء. الجهه ديال الديكوراسيون ما وصلتش ليها، ولكن دايرين تخفيضات في الحوايج ديال الرجال، الحوايج ديال النساء، الحوايج بعدا ديال لي بيبي، ديال الدراري الصغار، البنات والدراري. عرفتوا شي اثمنه بعدا السراول ديال الشاندال ديال الدراري في الشتا، ارخص واحد الوليدات اللي شويه هكا كبابرين في السن ديال ولدي، ارخص واحد كنت كنلقاه 11 الاورو. بعدا راكم عارفين طلعوا الاثمنه، دابا دايرين ليهم هادوك اللي كانوا دايرين 11 و 12 فما فوق 18 الاورو دايرين ليهم 6 و 7 الاورو. المهم صراحه باغا نمشي نعاود نضرب شي دويره، لانهم الحوايج في الشتا تيكونوا غاليين، سورتو دابا كلشي غلا، المعيشه غلات. من الاحسن الانسان يستغل دابا الفرصه، لانهم نفس الحوايج في الوقيته ديال الشتا غتلقاهم رجعوا ليهم الثمن الاصلي ديالهم. صافي وحساكيا بيا البنات، الا تيهمكم الامر راه بريمارك، انا ما قدنيش الوقت نمشي لمغازات اخرين، يلا دخلت البريمارك وكيابي. عرفتوا الشمس انا عليها تيبقاو يخرجوا ليا المانتشات في وجهي، حيت انا دائما الوقيته ديال الجوج، الوقيته ديال الربعه، الجوج 12 تلقاوني انا في الزرقه كنسركن. قلت لكم البنات كيابي هما بداو كيخرجوا، كيابي وبريمارك دايرين تخفيضات واعره. المهم في اخر الفيديو البنات نشارك معكم اشنو خديت من بيبكو، دزت حتى لبيبكو، مشيت لبيبكو وكيابي وبريمارك. وبالنسبه نوريكم البنات شنو خديت من بريمور، ما خديتش شي حاجه، خديت لولدي هاد الريحه، هادي كتحمقني هاد الريحه ديال الموستيلا، دايره 7 اورو 50 البنات في بريمور، عرفتوا غزاله وكدوم واحد المده طويله. شوفوا هادو راه من الزياده، هادي راه 7 شهور تبارك الله دوزت ليا، يعني راه الثمن ديالها راه ماشي غالي. شوفوا بقى فيها غير شويه ودزت خديت واحدة اخرى، هادي البنات كتعجبني الريحه ديالها بارده وزوينه، انا شحال من مره كنرشها كنكون خارجه كنرشها وما فيهاش لالكول. ثاني نوكو كتعجبني، اكينا البنات نينوكو فيها لالكول بزاف، بانت ليا دابا خرج واحد الوحده سينسيتيف 0% الكول، ما فيهاش لالكول، كدار للحيمه للجسم والشعيوه، ولكن انا مولفه هادي، مولفه هادي وكتعجبني الريحه، خديت هادي. وخديت بما انه الجيل ديال الوجه تقضى ليا، كنستعمل البنات هذاك ديال ميركادونا القرعه خضراء، راني كنت شاركتها معكم وتقضى ليا، وقلت غناخذوني حيت الصراحه رخيص داير 2 اورو 50 وجالي مع وجهي. لكن مشيت ودزت من البلاصه ديال المنتوجات الاسيويه ديال المنتوجات ديال كوريا،
عندي واحد صاحبتي مبليه بهاد البرودويات هادي وكتقيل تشكرهم ليا، غير زعما غير جربيهم. فاليوم مشيت بان ليا هاد الجيل هذا ديال الوجه واللي زعمني عليه دايرين فيه 1% ديال النياسيناميد، مع انا من كيبدا يسخن الحال كيبداو المسامات وراك عارفين المشاكل ديال البشره الدهنيه وكيبداو الزيوتات. فهذا عجبني فيه النياسيناميد 1% وفيه الكولاجين، وعرفتش واش غيبان لكم هنا فيه الكولاجين 46%. واخا انا الصراحه من الناس اللي كنامن انه الكولاجين ماشي غديريه الوجه ديالك صافي راه عندك الكولاجين، ولكن قلت غنجربو هذا البنات الجيل ديال الوجه، دير فحال الكريمه. المهم عرفتو تنمشي للدار لانه راه ولدي قرب يخرج ونوريه لكم البنات، وهذا داير 7.95 €. المهم كيف ما العاده نهار نجربو البنات نعطيكم الراي ديالي فيه. المهم المكونات ديالو زوينين، عرفتو قتلاتني الشمس واخا راني جالسه في الظل. المكونات ديالو زوينين وما نعرف داك الساعه نجربو نرد عليكم الخبار. المهم غنخليكم مع جوله البنات في البريمارك ونعاودو نتلاقاو. الله البنات ما يدار انا عليها شاركت معكم هذا الفيديو، غنوريكم انا شنو خديت من بيبكو. بيبكو ما دايرينش تخفيضات ولكن انتم غتشوفوا الرخال، لا يعني عندهم حويجات رخيصين. وغنوريكم البنات اشنو خديت من بريمارك، عرفتوا بعدا راني تفقست واحد شويه لانه هذه واحد الشهر تقريبا كنت قلت لكم راه غنمشي نشري الحوايج لانه كنخرج لينا الصه سبحان الله على غفله، وسورتو سليمان ما بقاوش لي الحوايج لا بيجامات لا والو، وخديت ليه بيجامات، خديت لي كاسكيطات، خديت لي تيشيرتات، سورتو التيشيرتات والشورطات. وهاد المره فاش مشيت كاينين شي حوايج اللي ديجا شريتهم ليهم انا لقيتهم مهبطين ليهم 50%. بغيت ناكل جنابي، المشكله انه كان ضروري خاصني ناخذ ديال الحوايج في هذاك الوقت حيت مسكين الحوايج ديال العام اللي فات كلشي ولا كيجي صغير. المهم باش غنبدا لكم البنات بالبريمار، عندي هنايا شي حويجات خديتهم من الكيابي غنوريهم لكم هما الوالا. البنات انا كنقلب على كسيوات اللي يكونوا طوالين ويكونوا مستورين من هنا ومن الظهر، الا لقيتوهم في شي بلاصه خليوها ليا في التعاليق. المهم فاش دخلت الكيابي اول ما دخلت كانوا حاطين هذوك المانكا ولابسين كسيوات، عجبتني هذه سامبل طويله وجايين فيها الافتتاحات من الجنيبات، سامبل فيها غير هاد الديطاي هذا من النص ديالها لتحت، هي راه طويله وكيجيو فيها هاد الافتتاحات من هنايا لتحت. غنقيسها حيت ما عرفتش كي كتجي في اللبسه، غنقيسها هذه دايره 12 €، عجباتني جات في اللبسه هي هذيك تبارك الله، راه غتشوفوني في شي فيديو لابساها ما عجبتني جاتني التعالقه غنردها. كيابي راه دايرين بزاف ديال التخفيضات سورتو في الحوايج ديال الدراري الصغار، دايرين تخفيضات زوينين.
خديت هاد الرباكيته هادي لولدي دايره البنات 9 الاورو، حيت راكم عارفين هاد الجو مره يكون الشمس من بعد دغيا كتقلب الشتا كنكون ملبسه غير شي نصكم كيتحرك الريح، ما كانش عنده رباكيته خديت ليه وحيده. خديت ليه واحد اللبيسه ساعه خرج بها اليوم سريول فن، لبيسه ديال الخروج ديال الزواق سريول كانوا دايرين ليه 9 الاورو والفوقيه 9 الاورو، هي 18 الاورو ردوهم من التحت ب 4 اورو الفوقيه ب 4 اورو. راه عليها قلت لكم راه دايرين اوفرات في ماركه البنات، الا كنتو ناويين تخرجوا تقضوا لوليداتكم الحوايج نصيحه لوجه الله سيري بوحدك ما سديهمش معاك، لانه هذا العام دايرين كاع داكشي ديال الرسوم اللي كيتفرجوا فيها ماريو مايكل كرافت ناروتو المهم بزاف ديال الحوايج. دونك الا كنتي ناويه تخسري 20 الاورو ديتي معاك ولدك عاولي غتخرجي بواحد 80 الاورو ولا اكثر، فسيري بوحدك. بالنسبه للبريمارك البنات خديت هاد الصنيضيله هادي عجبتني، هادي دايره 7 اورو. شوفوا لي هاد اللبسه هادي، عرفتوا راه جايبين اللبسات كيحمقوا القويميجه والشويرطه ديالها، هادي كانوا دايرين ليها 13 الاورو. فاش مشيت البنات لاكيس نخلصها حسبوا لي 7 اورو. راه كاينين شي حوايج اللي ما دايرينش لهم هذيك اللصقه الحمراء ولكن مهبط لهم الثمن. وخديت التقاشر ديجا هذه راه حليت منها، هادو البنات يعجبوني تيجيو الباكيه فيها 5 دايره 3 اورو. وقولوا لي واش احسن نتوما تيوقع لكم في حالي، انا كنعيا من حظي دائما كنرجع للدار تقشيره ما كايناش وصباط ولا سبرديله ما كاينش، كنرجع فرديه فرده لا انا عيا من حظي كيطير ليا الصباط هو الاول ولا سبرديله، من بعد كيحيد لي التقشيره يا اما كيبقى يديها لفمه يا اما كرميها كنرجع للدار ديما انا غادي نشري التقاشر. البنات هاد البيسه هادي حتى هي زويونه، هادي دايره 13 الاورو لا 14 الاورو. هادي هذا البنات لسحتاني راه بودي باش عجبتني، راه بودي شتو راه كيجي البودي بحال هكا زوونه. عرفتوا دابا راني خايفه غير لا يبقى الحال بارد ويمشيو يصغروا عليه هاد الحوايج، والله ما عرفت ما نشري، كنقول واش نشري الحوايج ديال الشتا واش نشري الحوايج ديال الصيف، المهم ما علينا. خديت لي هاد الباك هذا كيجيو فيها الطريبشات هادو ديال الصيف ديال البحر، ناقصاني غير الصناره وكتجي الكاسكيطه البنات بحال هكا. هذا ما عقلتش بشحال شريتو، واقيلا شي 7 اورو واقيلا واقيلا البنات. والحوايج اللي زوينين البنات واعرين وهما هادو، راه حاطين واحد الطبيله ورخاصين، كاين اللي دار 3 اورو كاين اللي دار 4 اورو كاين اللي دار اورو 80، كيجي تيشيرتات واقيلا هاد التيشيرتات دايرين غير شي اورو 80 والله ما عقلت. المهم البنات كيجيو التيشيرتات بحال هكا، انت كتختاري ليه الفوقيه مع التحت، كيجي تيشيرت بحال هكا وكتختاري ليه معاه شي حاجه انت كتكومبيني ليه. انا خديت ليه هذا هاد الشورت هذا 4 اورو، هذا داير 4 اورو وهذا البنات شي اورو 80، هذا راه ديجا لبسو مع واحد الشورت اخر اللي دابا راه مصبن، حيت هادو خديت ليه منه بزاف فنين ورخاصين اقتن. عاوتاني خديت ليه هاد الشويرط هذا مع هاد التيشيرت الفوق، اللبسه واقيلا البنات ما واصلاش 5 اورو 5 ولا 6 اورو، فنين فنين. وهذا داير 3 اورو، هادو اللي غاليين واقيلا شويه دايرين شي 3 ولا 4 اورو على ما اظن 3 اورو، والشويرط وهذا الشويرط رخيص، هذا واقيلا شي 2 اورو ولا اورو شي حاجه، وانت اللي كديري ليه اللبسه. عرفتوا اللبسات كيجيو البنات كيحمقوا. المهم من هادو خديت ليه بزاف، راه عندي بزاف اللي مسخين وصافي. وهذه خديتهم لسليمان، تيجي هاد الباك هذا بثمن مناسب، فيهم جوج ديال كاميسيطات هادو دايرين 5 اورو، هادو خديتهم ليهم هاد خديتهم ليه هاد المره. وهاد الباك ديال الشورطات حتى هما البنات تيجيو جوج ديال هادو، راه فيهم بزاف ديال الاشكال والانواع. وهادو حتى هما داير هادو 9 الاورو، هادو 9 اورو. وخديت ليه لا هادي خديتها من السيه البنات، هادي غير هادي خديتها من السيه حتى هي بالشورت ديالها، حيت كنت ديجا مشيت للسيه حتى هي كنت خديت منها الملابس الداخليه ليا انا، تعجبوني الملابس الداخليه من السيه ولصق لي على هاد البيجامه. راه عليها قلت لكم الا غتمشي تشري شي حاجه بلا ما تدي معاك الدراري الصغار،
هذه خديتها من السيد، هما عندهم حويجات زوينين. دايره هذه دايره 13 الاور، خديت لي هذا من بريمارك حتى هو مايكل كرافت، وهذا البنات راه مهبطين ليهم الاثمنه، دايره كانت دايره 9 الاور ودايرين ليها 5 اور. دابا ندوزو لبيبكو، كل مره كناخذ اكثر من بيبكو. كنت شاركت معكم واحد جوج ديال الخراسه كنت خديتهم لسليمان ديال البرد، صراحه البنات صبنوا رد ما تحبوا ليا ما حتى شي حاجه. كاينين بزاف د الاخوات قالوا لي جيان حوايجهم واعرين، وكاين واحد في اخرى قالوا لي جيان حوايجهم كيتحبوا، على حساب ما فهمت انه عندهم وعندهم كاين وكاين. المهم انا هذوك البنات اللي خديت داك المره كانوا صدقوا لي زوينين، وهاد المره عليها عاوتاني زدت خديت. المهم نجرب ما خاسرين والو، حويجاتهم قطن ورخاصين. بالنسبه لهارون خديت لي هاد السبرديله هادي باش نلبسها ليه مع هذيك اللبيسه مع هادي مع هادي، شو غتجي فنه ورخيصه البنات. دايره هادي 5 اورو، 5 اورو. شوفوا الشكل ديالها شحال زويون، كنت باغا ناخذ ليه شكيلات اخرين ساعه ما لقيتش عندهم لي طاي، لي طاي دغيا تيطيروا عندهم داكشي دغيا تيطير، فما لقيتش لو شوا بزاف، لقيت هادي ديتها. خديت لي هادو يلبسهم في الدار، باكي يجي فيه جوج. هادو البنات دايرين 9 الاورو و 100% قطن. شوفوا البنات هادو شحال فنين، هاد الباك هذا ديال السريولات كيجيو جويجات، واحد في الزريرق وواحد في الخضيبر، بجوج دايرين 7 اورو. وغنوريكم اشنو خديت ليهم معاه من الفوق، حيت ما كيجيوش مع هادو ولكن تقدروا تنسقوا ليهم الالوان كيف ما بغيتو. بالنسبه للسري والخضيبر خديت لي هادي، هو نفس التيم دايرين داكشي ديال الباباغا. هاد الخضر خديتها لي مع الزرقاء، دايره 2 اورو، 2 اورو عندهم حويجات رخيصين. وبالنسبه للسري والزرق خديت ليه مع هادي في الخضر، حتى هي نفس التيم، هادي مع هادي دايره 2 اورو 50. فنين الصراحه، عندهم حويجات زوينين. وعجبتني هادي، هادي التويب ديالها داير بحال الكتان ولكن ماشي كتان، هادي قطن كتجي حتى هي الفوقيه بحال هكا، والشويرط ديالها وفيها لوينات البنات، هذه راه فيها لوينات، وكاينين ديال الدراري وكاينين ديال البنيتات. التشكيلات فنين، دايره 9 الاورو، 9 الاورو. وبالنسبه لسليمان خديت ليه الشورطات، سورتو الشورطات، انا دائما تنركز على الشورطات الصراحه. دايرين لهم شي الوان، شي الوان معشوق عليهم، واش ولاو باغيين يلبسوه بحال البنات. لقيت صعوبه باش هادو هما، ما عرفش دابا واش جابوا اللوينات اخرين، زادوا جابوا اللوينات ولا ما نعرف. المهم خديت لي هذا الزرق هذا بلو مارين، وخديت لي هذا الكري، شورطات عاديين كل واحده البنات داير 5 اورو. سينو الالوان عفسو ديري ليهم الغوز، ديري ليهم شي الوان معجبين. انا وجبت هذا الموضوع ديال الالوان وهادشي، بغيت نقول لكم ردوا البال لداكشي اللي كيتفرجوا فيه وليداتكم في التلفازه، راه بداو تيدخلوا ليهم افكار مثليه جنسيه عن طريق الرسوم، لانه شحال من مره كنشوف رسوم يعني في السن ديال الدراري الصغار، حتى كنكونوا كنتفرجوا حتى كنشوف شي لقطه ماشي هي هذيك. سالينا من نتفليكس، زدنا دابا الاذاعات العاديين، كلان بوينغ، ما عقلتش واحد الاذاعه والله ما عقلت واش ديزني شانيل ولا كلان ولا بوينغ، وحده من هادو ما عقلتش. دابا سليمان ما كاينش، كون سولته السميه ديال الرسوم جالسين كنتفرجوا في واحد الرسوم حتى شويه كيبان ليا جوج ديال الوليدات باقيين صغار لابسين الكومبلي بيض وغاديين باش غيتزوجوا وغاديين باش غيتزوجوا. عرفتي تصدمت انا بعدا، ما بقيتش كنخليه يتفرج في التلفازه بوحدو حيت عارفه بانه شي حاجه غتبان شي حاجه غتبان. فالنصيحه اللي نعطيها لكم، كاين بزاف ديال الامهات اللي ما عارفينش، يعني كتمشي للكوزينه طيب ولا شقه ديال الدار الله يحسن العوان، راه الدراري كيفطنوا دونك كتشعل لهم التلفازه كتخليهم كيتفرجوا. ردوا البال، ردوا البال، وحاولي انه الوقيته اللي يكونوا كيتفرجوا في التلفازه تكوني انتيا ولا الاب جالسين معاهم، وتختاروا لهم الرسومات المناسبه، لانه كاع هاد الرسومات اللي كيشوفوا راه كاينين شي وحدين اللي في السن ديالهم، يعني في السن ديال اطفال صغار، لكن
تيوريوهم شي حوايج، يا اما كيبينوا لك الدري صابغ الضفرين، بعد هذا الشيء راه غتلاحظوه راه ولا، يا اما الدري معكر ولا حتى هو مع البنات داير الرميشات ولا صابغ الضفيرات، يا اما كيبينوا لهم على انه المثليه شي حاجه اللي طبيعيه وشي حاجه اللي نورمال. فهذه هي الحاجه اللي بغيت نشير لكم فيها. صافي ما نزيدش نطول باش الفيديو ما يجيش طويل. ردوا البال ردوا البال ردوا البال، وسيغتو الامهات اللي تعطيو لوليداتهم لي تابليت وتعطيهم تليفون وتبقى الدرين نص نهار هو شاد هذاك المصيبه. اتونسيون. المهم البنات، بالنسبه للجيل اللي خديت من بريمور غنوريكم القوام ديالو كيفاش داير. استعملته ثلاثه ديال المرات، لا تيكستور ديالو واعره ما تيديرش الرغوه نهائيا، وحتى الريحه ما فيهش شي ريحه، الريحه ديالو ديال القهوه، واحد الريحه اللي خفيفه وزوينه. بالنسبه للقوام ديالو داير فحال كريمه، كنظن على انه اصحاب البشره الجافه اظن انه غيجي ليهم على الوجه ديالهم. فاش كتكونوا كتغسلوا عرفتوا الوجه كيكون رطيب وفي نفس الوقت تنقي الوجه مزيان. انا هاد ثلاثه المرات اللي غسلت بها ما زيتش ليا الوجه ديالي، انا البشره ديالي مختلطه. دابا باقي الحال بارد، ما عرفش من غيسخن الحال واش غيجي معايا اولا ما غيجيش معايا. المهم حاليا عجبني، نوريكم القوام ديالو البنات كيفاش داير. وديروا غير شويه لانه راه كي غير غير شويه راه كيطلق بزاف. شوفوا القوام ديالو بحال الكريمه، ما تيدير لا رغوه لا والو، بحال هكا شتو، ما كيدير لا كيدير شويه ديال الرغوه، بحال كيدير شويه ديال بحال ماشي الرغوه، ما كيرغويش ما كيرغويش، ولكن كيغسل الوجه مزيان عفسو بحال شي كريمه عفسو، راه رطيب. كنظن على ان اللي البشره ديالها ناشفه غيجيها زوين. المهم اللي مجربه المنتجات ديال كوريا، سيروم شي غسول ديال الوجه شي كريمه ولا شي حاجه، تخليها ليا البنات لتحت في التعاليق وتكتب ليا كاع السميه الا جربت شي حاجه وعجباتها تكتبها ليا حتى انا نجربها لي مالا. وانا حاليا البنات كنجرب في هذا، من بعد ان شاء الله راني ندير لكم عليه فيديو ونقول لكم واش عجبني واش ما عجبنيش بالنسبه للبشره ديالي، واش زيتها ليا واش فتح ليا المسام واش 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 واش. وصافي هنا غنحبس معكم الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا خديتوا منه افكار، كنتمنى انه يكون خفيف ظريف. وسيرتو البنات اللي كيكونوا ساكنين في بويبلوس كيجيوهم هاد المحلات بعادين كيبغيو يعرفوا اشنو كاين، فراه كاينين هميزات الا باغا تقضاي سيرتو في الحوايج ديال الدراري الصغار. وهنا غنحبس معكم الفيديو، تهلاو ليا فراسكم، خليتكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.